الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. حلقة النهاردة هتبقى عن موضوعين في غاية الأهمية، موضوع الأرنب اللي بتبقى أسنانها تطول بالنسبة للذكر وبالنسبة للنتاية. طبعا الذكر بنقول الأفضل أنت تستبعده وتتدبح، إنما النتاية ممكن مدام النتاية كويسة وكبيرة عندك لا بسيب النتاية، وهنشوف هنتعامل مع النتاية ازاي مادام النتاية بتخلف وكويسة معاك. ده هيبقى موضوع الحلقة النهاردة. اول حلقة هتبقى اول حلقة طبعا هنتعامل على السنان، ونشوف اللي السنان اللي بتبقى طويلة وبتعاكس الارنب ما بعرفش يأكل بسببها، وهنشوف هنتعامل معاها ازاي ان شاء الله. طبعاً. دي الارنبة عندنا ايه؟ طبعا الارنبه دي ما ظهرش الموضوع معاها الا بعد مرور سنه عندي. فطبعا الارانب اللي زي دي الافضل ان ولادها اللي هتجيبهم مهما يكونوا حلوين، يعني هما اولادها، نبص على اولادها كده ما شاء الله همت وحنينه جدا، بس ما ينفعش سبحان الله، يعني جايبه سته همت ولا واحد شكل التاني، بس ما ينفعش ان انت تسيب منها سلال، لان اولادها يطلعوا زيها، يبقى ما ينفعش نسيب منها سلال، دول كلهم لازم يبقوا لحم، تعمل حسابك على كده. هنخش على النتاية ونشوف سنانها، منظر سنانها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين السنان نفسها ماشي مش شايفين سنانها. طبعا احنا قصينها كل مدة بنقصها، شايفين السنان، السنان دي لا في السنتين التانيين مش ظاهرين اللي فوق كمان اهو، تلاقي السنان بتبقى ظاهره، ده عشان انا بقص على طول، فالسنان بتاعتها في بعد كده السنان ممكن تخش في المناخير وتخش من تحت، بتلاقيها معديه من البق وحاجات غريبه كده. اهي طبعا النتايه اللي زي دي هي على فكره يا جماعه ده بيبقى كالسيوم زياده في الارنب نفسه، الارنب نفسه كالسيوم زياده، يعني ارنبه زي دي لو وزناها داخله المفروض انها فاضيه، يعني لسه ما شريت داخله على 4 كيلو، يبقى حرام الارنبه دي نستبعدها، ومع انها ارنبه حنينه وبترضع اولادها، اولادها ما شاء الله. هنشوف هنمسكها ازاي وهنتعامل معاها ازاي بالقص. خليكم معايا. اول حاجه بنمسك الارنبه، بنمسكها من ودانها اهو، من ودانها بحته من ظهرها كده. ايوه بترفع الارنبه كويس اهو، نبدا بقى نتعامل واحده واحده اهي بالمقص او القصفه اهو بالراحة عشان برضك ما تعورش الأرنب. اهي اهو شايفين، لازم يبقى قلبك جامد، مش هتجيبها الا بقلبك جامد اهو كده. احنا جبنا صف منهم، خش على الصف الثاني اهو اهو، جبنا سنة كمان لسه في حاجة اهو بالراحة عشان ما تعورهاش برضك، وبنفس الوقت لازم يبقى قلبك جامد. شايفين لسه اللي فوق برضك ما تقصوش كويس اهو، بس اللي تحت ما شاء الله جبناهم اهو. جيب اللي تحت لسه، لا بس اللي تحت بقى كويسين. ايوه تمام، خلي بالك عشان الشفة، عشان الشفة لو طورتها. ايوه خلي بالك انت جايب حته من الشف، خلي بالك خلي بالك. ايوه امسك لك الشفه، انت عرفت تمسكها. تمام شوف كده، بيتهيألي كده تمام. نتأكد، افتح بقك. ايوه السنان تمام اهو، من فوق ومن تحت. ايوه تمام اوي كده، تمام كده. الارنبه نحطها مكانها. في تاني حاجه برضك هنقول عليها كده، الارنبه بالنسبه للارنبه كده تمام. في حاجه تانيه يا جماعه اللي هي التهاب
كده الارنبه تمام وهتاكل وتشرب ومفيش اي مشكله، يعني الارنبه احطها دلوقتي هتاكل على طول. الارنبه كنت باجي احط لها العلف مش عارفه تاكل وتوقع العلف بسبب انها مش عارفه تاكل. في موضوع تاني اللي هو التهاب العرقوب. التهاب العرقوب لو مسكنا الارنب وبصينا على الارنب من تحت اهو تلاقي فيه التهاب عرقوب من تحت، دي خفت اهو، دي خفت التهاب العرقوب اهو تمام. التهاب العرقوب يا جماعه بيبقى سببه ان الارنبه تقيله، ارضيه البطاريه او السلك بردك التهاب بتاع بتبقى مش موجود عليها فرشه العرقوب، فرشه العرقوب اللي احنا بنقول عليها اللي هي دي اهي، وبتتحط يا جماعه الناحيه مش الناحيه الملساء، الناحيه الثانيه اللي تلاقيها تحس انها مدرجه شويه هي دي اللي الناحيه اللي بتتحط فيها، وبتتحط على السلك. الكلام ده لازم تعمله لو البطاريه بتاعتك قديمه الافضل، ولو البطاريه جديده برضك هي امان للارنب. دي بنستعمل معاها المرهم ده اللي هو كريم موضعي، موجود في اي صيدليه، بيت نوفيت ان تمام، وفي اس موجود منه نفس الكريم ده لو استعملته يوميا مره الصبح ومره اخر النهار في خلال 3 ايام مش هتلاقي التهاب العرقوب موجود، والاحسن تخليك معاه لغايه اسبوع بحيث ان ايه لغايه ما الشعر يطلع، وتتابع الموضوع على طول لان الارنبه لو في التهاب عرقوب ممكن ما ترضعش اولادها، بتخس مش عارفه تاكل مش عارفه تتعامل، فتلاقي الدنيا عندك باظت. الكريم ده بحوالي 7.5 جنيه موجود في الصيدليات، يعني موجود في الصيدليات مش موجود عند البيطري، موجود عند اي ايه صيدلي. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحطها بقى اهو، حط مع اولادها شايفين، دخلت تطمن على اولادها، الأرنبة هتعيش حياتها كده، الأرنبة هتعيش حياتها. الموضوع السنان هتضطر إن أنت تقص سنانها كل حوالي 20 يوم، ولازم تتابع، ممكن قبل 20 يوم ممكن أكتر من 20 يوم. أنت حسيت إن الأرنبة مش عارفة تاكل بيبان طبعا، بتلاقي العلف مش ما بتاكلش زي الأول، أول ما تلاقي العلف بدأ يقل أو بدأت إن هي أكلتها تقل لازم على طول تبدأ تقص سنان. ده بالنسبة للنتاية. الذكر يا جماعة قلنا بنستبعده، ذكر على طول لازم تستبعده، ذكر ما ينفعش يبقى موجود عندك ذكر بسنان، لأن كل معظم سلالته هتبقى بالطرقات. فإحنا مش هنفضل بقى إن إيه هنعرف إزاي إن كانت السلالة طلع لها سنان ولا مش سنان، يبقى اللي زي ده تستبعده. إنما النتاية معروف، النتاية اللي هتخلف أنت بتعمله لحم وبتبيعه وتستفاد منه. ودي كانت حلقة النهاردة، ورب تكون نالت إعجابكم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.